السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لينا اليوم. راح نديروا خبز الدار للعيد ان شاء الله، وتقدروا ديروه في سائر الايام. من اروع الوصفات اللي تقدروا ديروها وخفيف ريشه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناه على المواصله. مباشره راح نروحوا لمقادير وصفتنا لينا اليوم. المكون اللي راح نضيفوه في الخبز هذا، راح نديره محسن طبيعي بمقادير عندنا في الدار، يعني محسن تاع الخبز. هنا وش عندي؟ عندي ملعقه صغيره من خميره الحلويات، يعني ما يعادل 5 غرام. هكا كديروا حوالي 5 غرام من خميره الحلويات. كما تعرفوا انه المخابز برا يخدموا بالمحسن تاع الخبز، لكن المخابز تاع الخبز يضر صحه الانسان. راح نديروا هذا المحسن الطبيعي في الدار، يعطينا ماشي نفس النتيجه ولكن يعطينا نتيجه مليحه. راح نضيفوا عليه ملعقه صغيره من الخل، يعني ملعقه صغيره من خميره الحلويات مع ملعقه صغيره من الخل ولا عصير الليمون. نخليوها على جهه وراح نكملوا مكونات الخبز تاعنا. عندي كاسين من الحليب الدافئ، الكاس مستعمل 240 مللتر، ملعقتين كبيرتين ممسوحتين من خميره الخبز، وملعقتين كبيرتين ممسوحتين من السكر. هنا من الاحسن تكون عندكم علبه كيما هذه، انه تخمروا فيها العجينه تاعكم تختمر في وقت قصير، احسن من ديروا غيسيبيون وتغلفوه بالبابي فين. هنا ضفنا الحليب، كاسين من الحليب الدافئ مع زوج مغارف ممسوحين من خميره الخبز وزوج مغارف ممسوحين من السكر، ملعقه اكل. راح نخلطوا كل المقادير هذه مع بعض ونخليوا الخميره تاعنا تتفاعل، يعني بما انه رانا في فصل الصيف والسخانه كاين، راح تاخذ معنا حوالي 5 دقائق فقط ويكون الخبز تاعنا واجد ولا المطلوع ولا العجينه الاولى واجده. خاصه هذه العلبه كما قلت لكم راح تاخذ وقت قصير فقط معاكم، لانه ما يدخلهاش الهواء. راح نضيف المكونات الاخرى. عندنا بيض، هنا من الاحسن تستعملوا البيض والصفار، تخليه الاخير دائما، لانه البيض محسن للعجين ويخفف العجين، احسن من تستعملوا بيضه كامله. هنا في المحسن كنا درنا ملعقه صغيره من الخل، ونضيفوا هنا حوالي ملعقه كبيره من الخل. حيكون عندنا نصف فنجان من الزيت. رايحين نخلطوا كل شيء، احسن شيء تخلطوا بالبرا، اللي عنده البرا، اللي ما عندوش البرا يخلط بالفول، لانه البرا يعطينا قوام رغوي للخليط، يساهم في انه العجينه تجينا خفيفه. هنا راح نضيفوا المحسن اللي كنا درناه، شوفوا كيفاش راح يولي القوام تاعو. هنا دور المحسن هذا يخفف لنا العجينه تاعنا، بما انه الفرن تاعنا في الدار ما راحش يكون سخون بزاف كيما الفرن اللي طيبوا به في المخابز. راح نديروا محسنات طبيعيه للعجين، انه باش تساهم انه في الخبز تاعنا يجينا خفيف. نخلطوا المحسن مع المقادير الاولى، ورايحين نضيفوا الفرينه تدريجيا. هنا عندي 5 كؤوس من الفرينه او الطحين الابيض، والعجينه هذه راح تاخذ معاكم على حساب نوعيه الفرينه اللي درتوها، سواء ثقيله ولا خفيفه، تشرب ولا ما تشربش. تاخذ معاكم من ربع كيسان حتى لخمس كيسان، يعني تقدروا ديروا 4 كؤوس وتكون العجينه تاعكم واجده، كما تقدروا ديروا حتى لاربع كيسان ونص حتى لخمس كيسان. ما نساوش الملح. هنا تقدروا تضيفوا الزرارع اللي حبيتوا اذا حبيتوا ديروهم داخل الخبز، وتلموا العجينة تاعكم. هنا العجينة لازم تكون عجينة طرية وتتلاصق في يدينا. شوفوا هنايا من 5 كيسان كتبقات لي حوالي ملعقة كبيرة من الفارينة. قلت لكم هنا نوعية الفارينة على حساب نوعية الفارينة اللي راح نستعملوها. هذا هو القوام المطلوب، تكون العجينة تاعنا بدات تتلم ولكن تبقى تتلاصق في يدينا. هنا راح نضيف ملعقة كبيرة من المارغرين طارية بدرجة حرارة المطبخ، وهذه اختيارية، تقدروا ديروها كما تقدروا تستغناو عليها. هنا اذا ما درتوش المارغرين ديروا فنجان قهوة من الزيت، يعني مقدار تاع الزيت زيدوا. راح نحاولوا ندخلوا المارغرين مع العجين، شوفوا قوام العجين تاعنا كيفاش راح يولي. راح نغطيو عليها، نديروا لها شويه زيت فقط من فوق باش كي تنتفخ العجينه تاعنا ما تلصقناش في الغطاء. راح نديروا مسحه خفيفه فقط من الزيت هكذا باش تساهم في عمليه الاختمار، وفي نفس الوقت كي تنتفخ ما تلصقناش كلها في العلبه.
هنا العجينة راح تاخذ معكم 20 دقيقة وتكون مختمرة. شوفوا المحسن هذاك وش راح يدير في العجين، شوفوا كي تختمر العجين كيفاش تكون. هنا بعد ما اختمرت العجينة تاعنا رايحين ديغازيوها، نحيو منها كل كمية الغاز اللي فيها. هنا كيما شفتوا العجينة تاعنا بدون دلك او عجن، من اروع الوصفات اللي تقدروا ديروها. هنا عندنا الصينية اللي تدخل الفرن، الفرن مسخن مسبقا درجة الحرارة 200 حتى 220 درجة. راح نجيبوا الصينية، هنا عندي صينية 30 على 24، درت ورقة طهي، راح نمسحوا بكمية من الزيت باش يجينا اللون الخبز الذهبي، ونحطوا عليه العجينة تاعنا. هنا اذا حبينا الخبز تاعنا ما يجيناش عالي، يعني نقدر نقسموا العجينه تاعنا في زوج سنوات. اذا حبينا الخبز تاعنا يكون مرتفع، يعني كل واحد يدير الارتفاع اللي حبوا، يعني هنا اذا تحبوه مرتفع بزاف نقصوا المقاس تاع الصينيه، واذا تحبوه يعني يجي نورمال بالدرجه يعني عادي ديروا سنيوه شويه كبيره كيما هذه 30 على 24. هنا عندي صفار حبه بيض، كنا استعملنا البياض في العجين والصفار خليناه للاخر، درت له شويه حليب ورايحين نمسحوا به الوجه تاع الخبز تاعنا. هنا عندي كمية من الزرارع يعني اللي تكون مشكلة تتبع هكا واجدة، راح ديروها من فوق، تقدروا ديروا سانوج الججلان، الزرارع اللي تكون متوفرة عندكم وتقدروا تستغناو عليهم اللي ما يحبهمش. هنا العجينة تاعنا لازم ندخلوهاش مباشرة للفرن، حنخليوها 5 دقائق الى 10 دقائق قبل ما ندخلوها للفرن. بعد ما تفوت عليها 10 دقائق 5 دقائق يعني حتى تشوفوها اختمرت، كل واحد درجة حرارة المطبخ تاعو، نشوفوها بدات تطلع الخميرة تاعها، نعاود ندخلوها للفرن. هنا بعد ما خليتها حوالي 7 دقائق شوفوا العجينة تاعي بدات تختمر وبدا يطلع الخميرة تاعها، حندخلها للفرن مسخن مسبقا من 200 220. هذا هو شكل الخبز تاعنا، ما راحش ياخذ مده طويله معنا في الطهي، راح يجيكم خفيف من اروع الوصفات. شوفوا هنا الزيت كي تمسحوها في الاول، شفتوا اللون اللي راح يجيكم من الاسفل، يجي قوام لون ذهبي. راح نقسموا الخبز تاعنا كيف كيف ونشوفوه كيفاش يجي من الداخل ودور المحسن تاعو كيفاش راح يمد النتيجه. شوفوا الخبز تاعنا كيفاش يجي، راح يجي من اروع انواع الخبز. حتى ويبات هذا الخبز ديروه في كيس بلاستيكي غذائي واحتفظوا به، يعني راح يجيكم يبقى لكم بنفس القوام اللي فيه، بما انه خاصه لانه فيه الفرينه، تعرفوا الفرينه كي تبات تزيد تيبس وتشد روحها، لكن هذا الخبز ديروه في كيس بلاستيكي غذائي وخبيوه راح يبقى لكم بنفس القوام. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم، نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، والى الملتقى.